صباح الخير، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام بكل الحب والعافية والبركات من قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، من هذا البحر الشاهد على معاناة الصياد الفلسطيني منذ القديم حتى هذه اللحظة. طبعا معاناة الصياد مع الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي كثيرة وكبيرة جدا، ولكن مشاهدينا يمكن تزايدت خلال شهر يونيو، أصبحت ملحوظة بشكل كبير جدا من اعتداءات مباشرة، اعتقالات، مصادرة مراكب إلى آخره. لحتى نتعرف على هذه الانتهاكات بشكل مقرب ومباشر أكثر من الصيادين أنفسهم، مشاهدينا الكرام خليكم معنا بهذه الفقرة وتابعونا. نتعرض لاطلاق نار، بيجوا بيعتقلونا، بياخذوا بيصادروا المراكب تبعتنا، بيخلونا نرخي الشبك في البحر من كثر اطلاق النار علينا، بيجبرونا اجبار يعني نسيب الشبك في البحر بتروح، وبيعتقلونا وبياخذوا الزوارق تبعتنا وبتضلها سنين عندهم قبل ما يفرجوا عليها، ابصر يفرجوا عليها. قبل يمكن 10 ايام بالضبط حدث مع قرايبي، اجوا الزوارق الحربيه عليهم، قاموا باطلاق النار عليهم اللي هو طخ المطاط هذا، وقاموا الصيادين راحوا يساعدوهم وانا كنت من ضمنهم يعني، واحنا نساعدهم. اللي جينا عليهم لقيناهم كلهم بصيحوا وبعيطوا من اطلاق المطاط عليهم، ومن كثر الزوارق اللي ما يلفوا عليهم قاموا في خبط بعض المراكب، طلعوا على بعض، تعور هو الشخص هذا بن بكر اللي هو محمد بكر، وايو شبه شلل، ايو في المستشفى شبه شلل من اللي صار هذا. انا بطلع صبح الفجر بطلع على شغلي، مش عارف انا حالي راجع ولا مش راجع، لانه من اللي بشوفه كل يوم هذا الموال اطلاق النار علينا، وين ما بروح بقول لي انت متجاوز خاشش الحدود، ابعد 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 انت، وين نروح؟ هان ممنوع، هذا مش حياه، مش قادرين نوفر لقمه العيش، الصياد مش قادر يوفرها لقمه العيش، وين ما بروح ملاحق من الاحتلال، ملاحق يعني من المينا لرفح اعطينا 12 ميل. نعم. وحتى بال بال ومن المينا والمنطقه الشماليه هذه 6 ميل. نعم. وين ما بنروح بقول لنا انت خشش الممنوع، وين ما بنروح برضه خشش الممنوع. طب وين نروح نشتغل؟ هذه مهنتي وهذه حياتي، الصيد خلص هذه حياتي وكل حياتي في البحر. سواء تعرضت لخطر لاعتقالات لهذا، هي حياتي ما بعرفش اشتغل غير البحر، ويعني بجري وراها زي ما بيقولوا بالدم، ومش طايلها لقمه مغمسه بدم ومش طايلها، مش قادر اوفر لعيالي. هذه انا تعلمت عن ابويا ونقلت لاولادي المهنه هذه، وكنت كمسلسل يعني زي وراثه هذه، انا تورثت عن ابويا وورثتها لابني وكما هي. وين بدنا نروح؟ هذا بحرنا بدنا نشتغل فيه. يعني انا بوجه الرساله لكل الصيادين وكل اللي ظل مستمره في عملها، وهذا بحرنا وما حدش بيقدر يمنعنا عنه، وهذا رزقة عيشنا، ما لناش رزق غيرها، ونضلنا نكافح زي ما بيقولوا، نضلنا نكافح، غير هيك مش هنقدر نشتغل برا. Thank you.
انتهاكات اليهود عديده كثير يا اختي، سواء معنا مع مع اي صياد احنا مضطهدين، بس رغم كل ذلك احنا برضو مصممين على كل اللي بيعملوا معنا اليهود. احنا مصممين، احنا قلت الله يرحم ابو عمار، احنا شعب الجبارين وقادرين والحمد لله باستطاعنا ان شاء الله باذن الله قادرين عليهم. احنا الشعب الفلسطيني حاطين كفوفنا على ايدينا، بنضحي زي ما عندنا في ضحيات شرقيه في البار، احنا برضو بنضحي في البحر، وهذه زي ما تقولي احنا يعني بنكمل برضو، مش هم برضو هم زلام ورجال برا، برضو احنا برضو في عندنا رجال وزلام في البحر وقد البحر وقد اليهود باذن الله، ومنصرين عليهم ان شاء الله. بنوجه رساله عامه لجميع العالم، طبعا الشعوب العربيه، جميع المؤسسات، جميع الناس اللي بتساعد، يعني يطلعوا بس يعني ينظر لحاله الصياد، صياد بطعم، لانه الصياد بطعم الناس وبجازف في حاله في ماله في اولاده في ماله، يعني يطلعوا لهم برضه. واغلبيه الصيادين عندهم برضه عندهم يعني شباب وبنات بتعلم وجامعات. اقول لك انا واحد من الناس، انا عندي بنت ثالثه جامعه، رغم هيك بقول لها يا بلا بدي ابيع دم لازم اعلمك، لانه بنت ما شاء الله عنها. فيعني الصيادين برضه عندهم في عندهم متعلمين وفهمانين، مش يعني بس انهم يعني يعني او يعني بدي اقول لك يعني اميين بس في البحر، لا اغلبيتهم متعلمين. انا بكلمك عن خالد بن تجاره، ما حد معلمين. مشاهدينا الكرام، لهون بكون وصلت وإياكم لختام فقرتنا لليوم من قطاع غزة. تحياتنا لكم جميعا، تحياتنا لكل الصيادين الفلسطينيين على إصرارهم وتحديهم لكل المعيقات ولكل الانتهاكات يلي بيمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، واللي بيحاولوا دائما أنهم يوفروا لقمة عيش شريفة بالرغم من كل هذه المعيقات لأبنائهم ولعائلاتهم. تحياتنا لكم جميعا أيضا مشاهدينا، يسعد صباحكم.